النهاردة صلاح صدمنا بكلام كلنا عارفينه، أيوة عارفينه، وساعات إحنا اللي بنعمله، شجع فريق، شجع لاعب، هاجم المنتخب علشان لاعب اتاخد أو لاعب ما اتاخدش، اعمل صفحة دعم فيها وهاجم كل اللي في المنتخب، طلع إشاعات وحكايات، لا واتمنى الخسارة للمنتخب علشان ذنب فلان اللي اتظلم وفلان اللي اتقهر. أيوة في أهلاوي عايز المنتخب يخسر علشان الأهلي يلعب كامل في مونديال الأندية، وأيوة في زملكاوي عايز المنتخب يخسر علشان طارق حامد. في حاجات غلط كتير بقينا نعملها، تعالوا عشان خاطرنا نشجع منتخب مصر. تخيل بنقول علشان خاطرنا شجع منتخب مصر.